مساء الخير عليكم جميعا. النهارده جيم يعني هجاوب. في ناس طالعه بتقول انت ليه بقالك 15 سنه شغال مع الجيش وفجاه جيت اتكلمت دلوقتي؟ هل ده عشان الجيش ما رضاش يديك فلوسك فانت اتكلمت؟ يعني لو الجيش كان اداك فلوسك كنت هتسكت. نجاوب بقى على السؤال ده. الاول انا ليه قبلت اشتغل في النظام اللي انتوا بتقولوا عليه الفاسد؟ رقم واحد، انا مصري، يعني انا اتولدت من اب وام مصريين. فتحت عيني في منطقه اسمها العجوزه. اكيد مش انا اللي اجبرت نفسي وقلت انا عايز اتولد من اب وام مصريين واخش المدرسه في العجوزه. يعني كنت اخترت الزمالك في مصر الجديده، اخترت اتولد في اوروبا، يعني لو كل واحد بقى بيختار بتولد فين. فانا اتولدت لقيت نفسي في منطقه اسمها العجوزه، وكنت في مدرسه اسمها ممدوح صالح. مدرسه ممدوح صالح دي مدرسه حكوميه. في مدرسه حكوميه، في مدرسة خاصة، في مدارس لغات، في مدارس انترناشنال. يعني كل ما يكون معاك فلوس تاخد تعليم أحلى وأرقى. والتعليم أحلى مش في شكل المدرسة، في المحتوى التعليمي، في الكتب. فأنا كنت مدرسة حكومة. المدارس الحكومة بتاعتنا بالكتب بتاعتها أنا من وجهة نظري عايزة الحرق. يعني انا كنت بشوف ان الطلبه الله اكبر كانت بتنجح وبتطلع من الاوائل، بقول ازاي ده؟ يعني ده في حاجه مش طبيعيه. وانا مش هتكلم في موضوع التعليم، انت حضرتك عارف ايه تصنيفنا عالميا بالنسبه للتعليم، واهل العلم اللي في مصر هم اللي جاوبوا على السؤال ده. تصنيفنا يا جماعه عالميا ايه في التعليم؟ انا عايز التصنيف العالمي، وده نجاوب بيه على سياده الرئيس. زي ما حضرتك برضو قلت قبل كده، انا هعمل لكم احلى جامعه، احلى جامعه مفيش زيها في العالم. احلى جامعه في ايه؟ في الشكل؟ لا حضرتك، الجامعه مش بالشكل، الجامعه بالمحتوى التعليمي. ممكن الجامعه يبقى شكلها لطيف، محدش قالك تعملها قبيحه، لكن مش احلى جامعه واكبر جامعه بالضخامه خالص خالص. احنا ناس داخله تتعلم، يعني الكتب اهم، الكتب هي اللي اهم. فانا طبعا في مدرسه حكومه، ده كانت تربيتي، ما دخلتش بقى لا خاص ولا لغات. وطبعا اللي كانوا في مدرسه الحكومه او كانوا معايا في مدرسه ممدوح صالح، كنا فترتين، عندنا فتره الظهر وفتره مش عارف العصر ولا ايه، والانجليش طبعا مش عايز اقول لكم الفرنش كان عامل ازاي. ساعات ليك لغه ثالثه عايز جيرماني لو انت عايز، مش عايز انا مش عارف، انا هقول كلام بس بمسك لساني منك. بس كنت بسمع حاجات يا جماعه غريبه ومش فاهم فيها حاجه، يعني في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط والله. يقول لك انت ايه اللي جالك مع النظام الفاسد؟ هو انا اللي عملت النظام؟ انا اللي عملت النظام في البلد. المهم خلصت، ادي مدرسه الابتدائي، ادي تعليم الحكومه، دخلت اعدادي ضعت خالص، وفي الاخر دخلت دبلوم. مش الدبلوم ده يعني انت مستقبلك ضاع، يعني انت كده خلاص مالكش كليات عليا، كليات مهمة، لا اقتصاد بقى علوم سياسية ولا كلية طب ولا هندسة، مفيش الكلام ده خلاص انسى. وطبعا شرطة وجيش انت بتحلم بقى، انت انت دبلوم بقى انسى. طيب انا كمواطن مصر اشتغل فين؟ انا هشتغل فين؟ اكيد هدور على اي مكان اكل فيه عيش. قلتوا لنا بقى في طريق حرام وفي طريق حلال. تعال نبص على طريق الحرام وطريق الحلال. رقم واحد للي وجه لي السؤال ده، انت اول ما بتتولد وتنزل من بطن ماما وتروح تطلب بابا يطلع لك شهاده الميلاد، لازم يدفع فلوس. هتيجي بقى في دمغه، في طابع، عند مدام سهير، مدام ايه، يعني بابا هيتعور له في قرشين، وبابا بقى هيكافئوه، بابا لازم يراضي الناس عشان جنب بامبينو،
فلازم يدفع بقى فلوس كتير وطول ما هو مش حصان طيب وتسال الف مبروك اتربى في عزك البتاع عشان ياخد ورقه من الحكومه عشان يثبت ان انت ابنه بشروطه. ولما تيجي تموت في شهاده الوفاه مش بتاخدها فري ولا ببلاش، لازم تجيب دكتور وتشتري قبر وايه يعني متكلف حتى في موتك يا بعيد، ولازم تراضي الناس. حاجه بقى مهمه عشان يمكن انا مش مصري او ما اعرفش مثلا انتوا تقولوا لي الاجابه دي، هو في ايه في مصر عندنا مش بيمشي الا لازم تقول كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت ما تعرفش ليه مع ان يعني احنا عندنا بس يعني مش كده، احنا كل ما عندنا عيد ده احنا يعني من لبخه بنتكلم بعض كل سنه طيب عليه ما تعرفش، عشان لازم تدي للموظف حاجه عشان يخلص لك الورق. عم خيري بتاع البوفيه تلاقي في واحد كده بتاع البوفيه عيني في الحياه قاعد بيسترزق ان هو يخلص ورق بسرعه فياخد قرشين. ايه يا جماعه نسينا؟ تخش المرور عشان تعرف حد بيه فلان بيه خالد بيه عشان يخلص لك الاجراءات وما تقفش في الطابور، وممكن يدي لك قسم على المخالفات وممكن يجيب لك لو هو قوي شويتين رخصه ببلاش يعني حسب الواسطه اللي انت داخل بيها، ولو معكش خش بقى بالفلوس ادي بقى اللي بتاع البوفيه ادي، هتلاقي برضه حد يسلكك. كله موجود يعني عندنا كله موجود. ففي ايه اللي عندنا مش اندر تيبل؟ في ايه اللي عندنا احنا مش بندفع عشان نلحق نخلص؟ عايز تخلص المصلحه دي لازم ترش رشه. بص بقى وبعون الله مقضيه، انت بس ايه معلش هترش رشه هتراضي فلان وتراضي فلان وانا خلصها لك. مش ده الشغل اللي في الدوله ولا انا اللي عملته محمد علي؟ انا محمد علي اللي خلقت الرولز دي في الدوله؟ جايين تشيلون انا الدوله؟ ما هي مداره بالفساد. يعني انا ايه ذنبي حضرتك؟ انا اللي حطيت الرولز، انا اللي حطيت قوانين المرور، انا اللي حطيت قوانين الاستيراد والتصدير، انا اللي حطيت ان انا اشغل موظف غلبان عندي اديله مرتب ما ياكلش قطه عشان يمد ايده وياخد من الناس عشان اكسرهم قصاد بعض عشان احرجه ويحرجنا قصاد بعض، انا اللي حطيت الرولز دي، انا اللي قلت لكم او انت رايح تخلص حاجه طبق ايدك في حاجه وديها للراجل عشان يخلصك، انا اللي حطيت الرولز. انت بتشتغل مع الفساد وجاي تتكلم دلوقتي؟ ايه الهبل في الجبل ده يا عبيط؟ انت سؤال العبيط ده اللي اتكلم عن محمد علي اتكلم باحترام هفشخكم. يعني انا هوريكم حاجات سودة ليه هتخلوني بقى اتكلم على حاجات وعرائي المسح هننشر غسلنا الوسخ؟ انتوا بقى اللي بتستفزوني بقى وشغال لي مع الفساد. اعمل ايه يا اخويا انا؟ بالعكس ده انا لقيت الفساد بره بالهبل والله، وعملت بنصيحتك ورحت اشتغلت مع مين؟ مع القوات المسلحة، الكرامة، العزة، البتنجان في الخيار. القوات المسلحة، البتنجان في الخيار. ايه القوات المسلحة؟ كل الشغل بيمشي اندر تيبل. اعمل انا ايه؟ يعني انا مطلوب مني اعمل انا ايه؟ اروح اجيب دولة اشتغل بيها جوه بلدي يعني؟ بقى عندي 28 سنة وداخل ابدأ معاهم تقريبا او 29 سنة. اروح اتعلم من اول جديد وعشان اخد بعضي واسافر بره اعمل لي قرشين ولا اطلع الخليج ويطلع ميتين امي في الخليج بره 30 سنه و40 سنه وارجع شعر ابيض ومكهل وبموت اعمل ايه يعني؟ ما هي دي بلدنا يا اخويا وده حالها. مش انا اللي عملت فيها الفساد، مين اللي عمل الفساد ده اللي تروح تحاسبه مش تيجي تحاسبني انا؟ انا اللي بتحاسب؟ لا والله. انا عندي امثله بس مش راضي اقولها، حاجه تزعل يعني، يقول لك اللي مش عارفه ايه تلاقيك واللي فيها تجيبه فيه، يعني ما مش لاقي لك حل، مش لاقي لك حل. اللي قلت هو ليه كان شغال مع الفساد؟ لان لقيت ان كل الدنيا فساد حضرتك، وكنت ما اقدرش ان انا اسافر بره واطلع بره، موضوع صعب ومعيش لغه بقى وما تاسش قوي يعني في حاجه فضيحه، فهطلع بره بقى بعد وراي والله. وسافرت وانا عندي 17 سنه النمسا، اه اول ما خلصت دبلوم يا اخويا طلعت بره وقعدت كنت ببيع جرايد وكنت اشتغل عتال وكل حاجه يعني هطفش زي ما اي حد ما كان عايز يطفش يا حبيبي. انا كنت مصر عايز اطفش، مفيش مستقبل في مصر. ف يعني مثلا طب نعمل ايه بقى؟ وابويا اللي يرجع عشان اخواتك وبتاع كنت بساعدك بقى في المعيشه. فرجعت ده وطني حضرتك، بلدي اتولدت فيها والله مش بارادتي، والله مش بارادتي.
وبعد كده اكتشفت ان الموضوع كله فاسد، فلازم بقى كل مصر ايه بلد فاسده يمشي. طب وبعدين يقعد بقى فيها الفساد، تبقى بلد الفساد. كل مصر ايه ده بلدي فيها فساد، والله ما انا شغال معاهم. احجز لي يا ابني، انا هطلع على المانيا. لا لا لا، بقول لك ايه، تيجي نطلع كندا. يا راجل يعني مش فاهمك، ايه ده البلد بقت الفساد والشعب مشي. عيب عيب اسئله تافهه زي دي. والله يعني انا زعلان على اللي بيقول لي انت ليه. لا انا كلمت اخويا لما ربنا اداني شويه قوه وسبت الفلوس، قلت لكم ومش فارقه معايا الفلوس، ولو كنت عايز اخد الفلوس كنت اخدتها، وانا كنت قوي جدا جدا عندهم، وهم كانوا عايزين اكمل، انا اللي رفضت اكمل. يعني الاستاذ اللي مش واخد باله، انا رفضت اكمل مع الجيش وسبت لهم الفلوس وخدت بعضي وخلعت على بره، وقلت طزوا في الفلوس بس لازم اكشف للشعب حقيقته. انا لسه هقول حاجات يعني ايه ده. بصوا خط التمثيل ده، والله العظيم وحياه ولادي كنت عامله علشانهم، وربنا كرمه من عنده. اصل بالنيه يا ريس، انا بص انا شغال معاك بالنيه، ومش عايز حضرتك تتضايق مني. احنا بنلعب الجيم فير قدام الشعب، بقول المشاريع اللي انت بتعملها وازاي بيتم اداره البلاد، فلو الشعب وافق خلاص. يعني حتى انا المفروض ما يتوجهليش اي اتهامات. انا يتوجهلي اتهامات على ايه؟ ده بالعكس انا اللي ليا فلوس عندكم. يعني انتوا ماشيين الدنيا بالعكس ازاي؟ يعني انا فجاه لقيتني خدت كتله اتهامات. اتهامات في ايه؟ ده موضوع تافه. انا ليا فلوس عندك انت مش عايز تدفعها يا عم، وانا مسامح فيها خلاص، ما تزعلش. مش عايز الفلوس يعني؟ يا هو انا اتكلمت وانت راجل بقى فين؟ هتعمل لي ترانسفير بالفلوس لما تعرف ان انا ليا فلوس؟ وانا فيه الحمد لله نعمه وفضل من المولى، يعني ما كنت بحلمش ابقى كده. فانت ليه متخيل ان كان موضوع الفلوس يعني؟ وليه الناس فهمت ان انا عايز موضوع الفلوس؟ لا ده في ناس بتشهد قد ايه الجيش كان متمسك بيا بدرجه مش طبيعيه، وانا اللي قررت من 7 سنين اقفل الشركه. لان اول ما دخلت حركه ومسكت، ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش. يا فندم ضابط الجيش ده راجل كواليفايد، بتاع حرب، بتاع تصنيع سلاح، جميل. هي دي وظيفته، راجل مقاتل مقاتل مقاتل. انت قلبت الجيش لتاجر، انت خليت الجيش بقى صنايعي وبقى جزار وبتاع سمك. ايه يا راجل يعني ايه الجيش ده؟ يعني ده يا راجل ذمتك ده جيش؟ انت مش مبسوط كده بتطلع توقف جنرال محترم ولا عميد ولا عقيد ولا ملازم ولا نقيب اي حد، لا وصف ضابط او عسكري، ويقول لك انا قائد قوات السمك وسمك البلطي يا فندم والجمبري. اتفرج على افلام الصاعقه كده بتاعت بره بتاعت اوروبا، عامله ازاي في رجالتها؟ طلعهم ازاي وشكلهم شيك ازاي ويفرحوا القلب؟ انت بتحرك بتعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. فطبعا اللي بيقولوا بقى 15 سنه فساد، فانا حضرتك كنت اعمل ايه يا فندم؟ فلازم كنت اشتغل معاهم طبعا، وبعد كده اشتغلت معاهم، كنت فاكرهم بقى ناس محترمه، فلقيتهم ان هم كمان بسم الله ما شاء الله. الواضح ان الاندر تيبل ده يعني ورقه بوست، اول ما تتولد من بطن مامتك على طول اوتوماتيك كده اندر تيبل. بص احنا بناخد دايما نصيحه واحده، انا هديكم بقى الثانيه. النصيحه بيقول لك يا تمشي جنب الحيط يا تمشي جوه الحيط عشان تاكل عيش. وانا بقى اقول لك وحاول على قد ما تقدر تشقى وظبط نفسك في الاندر تيبل كده تعيش برنس، تبقى 100 100. طول ما في اندر تيبل انت في مصر هتعيش حياه كريمه، لكن ما فيش اندر تيبل مش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل. انت عارفين الاجابه ومفيش داعي نتكلم فيها. يا ريس انت قوي باجهزتك، قوي بمؤسساتك، وانا لوحدي بس معايا اللي اهم مني ومنك، معايا ربنا. ثانيا زي ما قلت لحضرتك انا مش هدخل واقول لك بقى ايه زي ما بيقول لك ايه، انزل ارفع قضيه في المحكمه واختصم. اختصم مين؟ مش واخد بالي يعني. يعني انا انزل اختصم مين؟ يعني انا اروح المحكمه برفع قضيه على رئيس الجمهوريه لانه بيهدر المال العام، وبرفع قضيه على سياده اللواء كامل وزير لانه بيهدر المال العام. ازاي يا محمد؟ وجهه نظر يا فندم مثلا مشروع قناه السويس، فين الارباح بالنسبه لمشروع شويفات اللي هو فندق تريمف
اللي انا فضحتهم فيه ما هو كده يا عيني، لا هيعرف يشيله ولا هيشيل فيلة شريف، الاثنين لبسوا في بعض. قال يقول لك ايه؟ اين هي المستندات؟ مستندات ايه يا عم؟ ده انا بقول لك فندق تريامف اهو اهو، ومد العنوان بتاعه وجاي لك على ايه؟ فيلة اللواء شريف. فاللواء شريف بقى هياخد الفيلا ويجري هيحطها في حته ثانيه. يا حبيب قلبي اتزنق، وكمان الفندق هيشيلوه ولا يخبوه ولا في اخشينهم فهم لا يبصرون فهيقوم مخاطين محدش هيشوفه. انا بتكلم بالعين صوت وصوره، روح اتفرج على الفندق. وطبعا الساده الافاضل مشكورين الشعب الجميل، طلع بقى صور ليهم هم في الفندق واللواء الشريف بيكرم الفنان الهام شاهين وبتاع بقى واكل كتير وندي شهادات تكريم وكده، عارفين اللقطه الحلوه. خدنا صوره بقى انا والفنان الهام شاهين، كانت حلوه الصوره بابي. والشعب ميت من الجوع، ده الاقصر كفران. يعني مثلا حاجه زي الاقصر دي من الحاجات اللطيفه. انا ليا خالي يبقى يعني هحاول اقربها بسرعه. خالي متجوز طنط جيهان، جيهان تبقى اخت اللي هو خالد فوده، اللي هو خالد فوده ابنه واخد بنت السيسي، اللي هو خالد فوده ابنه واخد بنت السيسي. شايفين احنا قريبين من بعض برضه، كنت ممكن اعمل واحد تاتش يعني، كنت ممكن اخش بيت السيسي بقى وابقى مقاول جامد قوي بقى واقعد في وسطيهم بقى وكده يعني، بس طبعا مفيش الكلام ده. بلدنا خساره، حته الناظه تطلع ذهب، بس خلاص كل واحد له وجهه نظر، وجهه نظرك تحترم وانت شايف انت بتدير صح، ومحدش في مصر غيرك هو اللي فاهم. انت ايرون مان، انت كابتن امريكان، انت اللي قعدت 10 سنين بسم الله ما شاء الله في بتشرب ميه من الثلاجه لوحدك كده الله اكبر. وبعدين بقى عايز اقول لك على حاجه برضه في موضوع ال 10 سنين ده، يعني الموضوع ده عمال لي هسهس في نافوخي. اولا انت قلته ليه؟ لا بجد يا ريس بعد اذن عليك، انت قلت ليه موضوع ان انا قعدت 10 سنين والله ثلاجتي ما فيهاش غير ميه؟ طيب انا هسالك سؤال والشعب يرد عليه. يا جماعه الخير، هو الطالب اللي بيخش الثانويه الحربيه ولا الفنيه العسكريه بيخش يبقى عنده كام سنه لو دخل من اولى ثانوي؟ عشان انا مش متابع تاريخ حضرته العظيم يعني، بس هنسال على العموم، بيخش امتى؟ طيب او لو كان طالب دخل الكليه الحربيه او الفنيه العسكريه او اي كليات حتى الداخليه، مش كليه الشرطه، الكليتين دول مهمين قوي. هل في الثانويه الحربيه او في العسكريه او في كليه الشرطه او في الكليه الحربيه ما بيطلعوش فطار وغدا وعشاء للطلبه؟ تجاوب السؤال اللي اسالك عليه، تجاوب وانت راجل باشا ما اذيتنيش لحد النهارده تحترم. والجيم ما بيني وما بين حضرتك فين؟ والشعب اللي هيحكم، انا بسال بس على اللي انتم بتقولوه. على 10 سنين بتوع الميه. طيب بعد ما تخلص، لما ضابط الشرطه او ضابط الجيش بيخلص الكليه بتاعته، يا ترى بيطلع يدور على وظيفه؟ يعني مثلا بيقول لك لا والله يا جدع انا متخرج لسه من كليه الشرطه امبارح ومش عارف اشتغل فين، بفكر اشتغل افتح ورشه نجاره ولا افتح معرض عربيات ولا اشتغل نقاش. وظابط الجيش بقى لما بيتخرج، ايه طيب عملت ايه الاخبار؟ انا الحمد لله اتخرجت من الكليه الحربيه، ايه هتعمل ايه بقى؟ والله بص انا بفكر اطلع اشتغل بره. لا ولا اقول لك انا هشتغل في فنادق، انا هشتغل عشان في المطاعم، ابقى تريني بقى وابدا الرحله بتاعتي، انا بقى ظابط والنهارده بقى ممكن اشتغل ترينيه وبعدين ولا مش عارف ايه، وبعد كده ابقى باسبور وبعد كده ابقى ويتر. مش يعني قادر افهم يعني، هو طالب الكليه الحربيه او اي طالب من الجهات السياديه، الكليات التابعه للجهات السياديه الا لما بياخد فطاره وغداه وعشاء وكمان في الاتوبيس بيوديه وبيجيبه. انت قعدت ال 10 سنين انت ما شربتش ميه. وبتخرج تتعين وقتي، بيجي لك جواب التعيين اوب تك في ثانيه، مرتبك على اخر الشهر انت واخده، شغلك موجود يا نجم. فانت ايه كان مرتبك مش مكفيك يعني؟ كان كل الظباط ما بيشربوش ميه او سوري عايشين على الميه
يعني ممكن حضرتك تقول لي ايه ما هو التوقيت اللي انت قعدت فيه 10 سنين عايش تلاتك ما فيهاش غير ميه؟ ممكن تقول للشعب المصري ما امتى العشر سنين دول في عمرك؟ في الاربعينات، في الخمسينات، في الستينات، في العشرينات، يعني قول لنا كده فين؟ والا بقى يبقى انت مصلي بقى في الكليه الحربيه وتلاقيك ضربت ورق بقى سيسي. اوعى لو تبقى مصيبه، تبقى كارثه بقى لو انت ضربت ورق وانت داخل بقى ايه مع نفسك كده، يعني هتبقى كارثه. وبعدين اللي بيخش الكليات ديت بيصرفوا عم الحاج. اذا كان انا بقول لك ابويا كان ما يقدرش يدخلني مدرسه اكتر مدرسه الحكومه اللي احنا كنا فيها، وكانت اللي يعلم نبغه دي يعني بتبقى قليل اللي بتطلع من الاوائل. معلش كل شويه اقعد ابص في التوقيت، مش عايز برضه اطول عليك. كنا بنقول ايه؟ فدي البلد اللي انا اتخلقت فيها، هم اللي خلقوا الفساد، هم اللي عملوا الفساد، هم اللي خلونا كلنا فاسدين. بس الفرق ايه؟ اقول لكم الفرق. الليدر حاطط لنفسه قنوات شرعيه ان هو مش فاسد، اي يعني انا من حقي اعمل بيوت زي ما انا عايز، اركب طيارات خاصه، اركب عربيات احدث موديلات، انا راجل بشتغل جوه الدوله، يعني اكل من الهيئه الهندسيه ببلاش، اكل من اي حاجه، انا راجل بديل الدوله، انا هعيش حياتي كلها ببلاش، انا هطلب كل حاجه نفسي فيها هتتحقق وباسم الدوله. الحاج انتصار، انا عايز فيلا، عايز في مراسي، في ثلاث فيلا في مراسي طبعا هناك عارفينهم، واهل مراسي عارفين الموضوع دوت، وشركه اعمار عارفه الموضوع دوت، ان في ثلاث فيلا جوه متخصصين للرئاسه تقريبا كان على مساحه 5000 متر على ما اتذكر، يعني ثلاث فيلا في مراسي. مش عارف يعني من المعموره هتطلع من المعموره تريح في مراسي، هتتعب بقى هي قبل ما تروح مرسى مطروح ده على بتاع المخابرات. يعني ده الويتنج، هتعمل ويتنج فين؟ يعني يا دوبك في الساحل الشمالي مراسي، يا دوبك ها تمشي مراسي. طبعا مش هنعرف ننكر ده يا ريس للاسف، لان الفلل موجوده وزي ما قلت لك انا حاجاتي فيها ميزه كويسه. فكك من الورق، لان تركوا الورق ورقكم والدعوات دعواتكم والقضاء قضاءكم، لكن انا بيني وبينك حاجات معموله عينيه انا مقاوم، فالحاجات موجوده عينيه والناس شافتها والناس عارفاها. فطبعا لو معاك لو طلعت وكدبتني هيبقى شكلك وحش جدا. راعي يا ريس ان في ناس عارفه الشغل اللي حصل ده، يعني انا عايز شكلنا حلو، الجيم تبقى فيه انت قدرت كده ما يعبكش. بس قول للشعب على التفاصيل، هي يعني فلوس على مشاريع محدش عارف يحاسب هل احنا كسبنا ولا خسرنا، حياه وترتفع بشكل مهول زي الحمله اللي انت كنت منزلها خلاها تصدي، يعني الناس خلاها تصدي، خليها ما تبطش، خليها ما تاكلش، خليها ايه يا عم، يعني كل حاجه تغلى ما تشتريهاش. طب انا موافق كل حاجه تغلى ما تشتريهاش، طب ما انت كل حاجه غاليه انت بتشتريها، وكل حاجه غاليه بتجيبها لعيالك، وكل حاجه حلوه بتوريها لعيالك، ليه الناس دي بقى ما تعيش كده؟ يا ريس لما تصرف من فلوسك اتس اوكي، لما تكون راجل بتبذل مجهود بتشتغل اي شغل او بتمتهن اي مهنه في العالم وبتجيب لك الارباح دي اتس اوكي يا ريس، اعمل اللي نفسك فيه، يا رب تركب لكل عيل طياره. لكن يا ريس انت بتعمل ده بفلوس الدوله وبتبايع وبتزايد على الناس ان هم يبقوا فقراء قوي، هاو كام ان احنا فقراء قوي؟ ازاي طيب؟ انت راجل موظف في الدوله يا ريس، انت مش حاكم علينا، عيب خالص، مفيش الكلام ده حضرتك. انا كنت في الشركه وهي معناها الشركه بتاعتي بقول انا ليا دور مع الناس، كلنا بنشتغل كجروب واحد، محدش بينجح لوحده. طبعا انت مختلف عن البشر، مواصفاتك البدنيه وبتلعب عجل انت وحريف والله اكبر، يعني رياضي رياضي، يعني باين عليك ان انت رياضي رياضي. انا مش بعيب في حضرتك والله، كلنا خلق ربنا ومحدش احسن من حد، كل واحد فينا حاجه جواه كويسه، والشكل ده فكك منه. انا بتريق على اسلوبك يا ريس، يعني الرياضي بيبان عليه، انت بتصدق للناس ان انت رياضي، انت منين انت رياضي؟ يعني مطلعوك على عجله كده تصدقها وانت راكب عجله ومشيك كده ليه من وراك كده ومعانا كام واحد بلعك مال اجسام، منظرك مش لطيف يعني، ده مش جسم واحد رياضي، الرياضي يا ريس بيبان عليه. وما تحطش نقط كتير يا ريس، في ناس كتير من الشعب قالت عن الموضوع ده كنا بنتكلم فيه كتير، بلاش تحط ميك اب كتير، ممكن تحط ميك اب عشان الاضاءه عشان الحاجات ديت،
لاحظت ان ده بيحصل نتيجه التصوير، لكن انت بتقفر بيقفرك او في الميك اب يعني طالعينك قمر يعني مش كده. الحلاوه بالراحه علينا برضه، احنا شعرك يا عم. anyway انا بتكلم معاك عايزك تبقى فاكك، وزي ما انت بتقول احنا ربنا اللي في اخر اللي هيحاسبنا. انت راجل رئيس جمهوريه وراجل تحترم وراجل ناس اختارتك وكله تمام التمام، وانا مواطن مصري واحترم برضه، بتناقش معاك في شويه مواضيع وطلبت ان اللي يبقى الحكم ما بيني وبين معاليك الشعب، وانت بتحب الشعب وبتحترم كلمه الشعب، ودايما كنت بتنذرنا ان انا اعمل ايه، اخليكم تنزلوا تعملوا تفويض تاني، يعني اخليكم تنزلوا تعملوا تفويض تاني. فانت يعني راجل بتعترف ان اهم حاجه بالنسبه لنا احنا كمصريين كلمه الشعب، كلمه الشعب تفوق اي حد يا ريس، تفوق معاليك، تفوقني، كلمه شعب لازم نحترم الاغلبيه شعب. فانا فوضت امري الى الله وتركت الحكم ما بيني وما بين حضرتك للشعب. ورجاء شخصي، رجاء شخصي، بلاش موضوع قفل صفحات بتاعه الفيسبوك. انت برضو بتستغل ان انا ما اتعلمتش تعليم كويس واوير بالحركات دي. انا فاهم حاجات فيها لحد ما، لكن بص يا من عند ربك، بص بقى الصوت بيوصل. للاسف مش هتعرف تقفل صوتي ومش هتعرف تكتم صوتي للاسف. ما كنتش حابب ان احنا نوصل لكده، لكن دي بلد، ده شعب، انت واخد البلد ورايح في داهيه ومش شايف ده، الناس بتجوع ومش شايف ده، وشايف ان ادارتك تمام والناس اللي جنبك بتسقف لك. يا راجل ده انا مطلعينك في مؤتمر الشباب، مؤتمر الشباب بتقول لهم البلد بخير، وانا رفضت اطلع في مؤتمر الشباب اقول لهم البلد بخير. قالوا لي ليه؟ قلت لهم مش هضحك عليهم، البلد رايحه في داهيه، واتمنى ان تكون البلد تمام. طب اقول لكم على حاجه، خدوا كاميراتكم بكره وانزلوا اتفرجوا على العاصمه الاداريه وروحوا صوروها وقولوا ايه لازمتها ووصلنا فيها من ايه من انجاز. انزلوا بكره اطلعوا على العاصمه الاداريه، اقعدوا تصوروها نزلوها شيروها على الفيسبوك، بص الانجاز اللي هو عمله. طيب وحاجه تانية بقى لشعب مصر العظيم، يا رب هم هيجيبوا الفيديو ده اكيد، انتوا هتعرفوا توصلوا للفيديو ده. في فيديو وكان عندي واحد من الشركه كمان بيقدم بيعمل برزنتيشن للرئيس والساده اللواءات والساده الوزراء، يعني اكابر البلد، رئيس الجمهوريه موجود. قال ان المرحله الاولى من جامعه زويل خلصت. طيب روحوا بكره جامعه زويل هتلاقوا المبنى بتاع اوراسكوم واقف خرسانات، المبنى بتاع سياج واقف خرسانات، انا كنت عامل كام مبنى صغير جنبيهم كده، دول هم التشطيبات بحوالي 200 مليون او 300 مليون حاجه كده مش فاكر يعني. روحوا شوفوا المرحله الاولى اللي السيد الرئيس قالوا له عليها ان هي خلصت. يا هل ترى حضرتك عندك علم ان المرحله الاولى دي خلصت ولا هم كذبوا عليه؟ ليه؟ لانها ما خلصتش. طب انا كذاب اهو، كذاب كذاب كذاب، ثلاثه كذاب. ممكن بقى حد يروح يصور المرحله الاولى من جامعه زويل ويورينا كده على السوشيال ميديا خلصت ولا لا، وهيبقى عندنا مشكله يا ريس. لو الناس دي كذبت عليك هتعمل معاها ايه؟ ولا انت كنت بتغفل الشعب؟ ده سؤالك يا ريس. وشويه تلاقي رغيتهم معاك، بتوحشوني جدا وربنا يخليكم ليا، شهادتي ربنا اللي قال لي انتوا اللي هتقفوا جنبي. الموضوع مش موضوع فلوس، انسوا الفلوس دي ومش عايزين نجيب بقى سيرتها بلا هبل، الحمد لله مستورة، عايزين نشوف حال بلدنا.